وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين من هيئة أمهر الإعلامية، إليكم نشرة الأخبار، كونوا معنا. السفير جمال بكري يطلع المجتمع الدبلوماسي في باكستان عن الوضع الراهن في البلاد، وأطلع المسؤوليين في وزارة الخارجية الباكستانية ورؤساء البعثة الدبلوماسية الأفريقية المقيمين في إسلام آباد عن الوضع الراهن في إثيوبيا، ولا سيما الحرب التي أشعلتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في الجزء الشمالي في إقليم أمهرة وعفار، وقال إنه من المؤسف أن تكون الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قد أعادت إشعال الحرب من خلال تجنيد الأطفال واستخدام الموجات البشرية لقزو المناطق المجاورة ولعب دورة استراتيجية الضحية. وقال إن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي نهبوا مواد الإقاثة الإنسانية المخصصة للمدنيين في إقليم تيغراي، وزادت من تفاقم الأزمة الإنسانية في الإقليم بتحويل الإمدادات إلى المسلحين لقزو المناطق المجاورة، وشدد على أن الحكومة الإثيوبية عليها التزام دستوري بدعم وحماية مواطنيها من التهديدات التي تشكلها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وقال إن المجتمع الدولي يجب أن يلعب دورة البناء في الضغط على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لمواصلة المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي لإنهاء هذا الصراع المدمر سلميا. وفقا للسمير جمال، لن يسمح الإثيوبيين للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بزعزعة استقرار البلاد وتدميرها، وسيقفون جنبا إلى جنب للدفاع عن سيادة البلاد. وأشاد الممثلو وزارة الخارجية الباكستانية ورؤساء البعثة الدبلوماسية الأفريقية إن موقف الحكومة الإثيوبية في الأحداث الأخيرة في شمال إثيوبيا، كما أقروا بالإجراءات المشروعة التي اتخذتها الحكومة لحماية أمن وسلام مواطنيها، وعربوا عن تقديرهم التزام الحكومة بحل الصراع من خلال العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي. تخلت الجماعة الإرهابية عن فرصة السلام واستمرت فيها القيام بأنشطة إرهابية في مناطق أمهرة ومنطقة العفر حيث بدأت الحرب، حيث تستخدم الجماعة الإرهابية أطفال وشباب تيغراي في مواجهات بشرية أثناء هجومها على إقليم أمهرة وعفار، واستخدمت الجماعة الإرهابية الأسلحة الثقيلة على المواطنين الأبرياء في منطقة شمال ولو بمديرية قبو بمنطقة أمهرة، حيث أصيب من الأشخاص وأحدهم رجل يبلغ من العمر 60 عاما وعائلته بجروح خطيرة أثناء قصف منزلهم الذي كان يسكنون فيه من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية. وأضاف الضحايا وعائلتهم الذين التقوا بهم أثناء تلقي العلاج إن الجماعة الإرهابية هاجمت مزارعين أبرياء مما تسبب في إصابتهم، وقالوا نحن مزارعون هاجمتنا المجموعة الإرهابية بالأسلحة الثقيلة، وكذلك قاموا بنهب المزارع والبيوت في المدينة، وأشار إلى أنهم يلتقون حاليا العلاج ولكنهم قلقون للغاية من أنهم لا يعرفون ما إذا كانت عائلتهم على قيد الحياة أم لا تحت احتلال الجماعة الإرهابية، حيث تقوم المجموعة الإرهابية بمداهمات من خلال زحف أطفال تيغراي إلى الجبهة الأمامية للحرب وجعل أجسادهم وقودا للحرب، وبذلك يرتكبون جريمة إرهابية تستدعى جريمة حرب دولية. عقدت التجمع العالمي للمغتربين الإثيوبيين حملا ناجحا جمع تبرعات ودعم النازحين بسبب الصراعات والكوارث الطبيعية، وعرب السفير سيليش بكلا عن تقديره للمنظمين والمساهمين في هذه القضية النبيلة، كما حث المغتربين على رفع مستوى المشاركة في جميع الجبهات مثل إعلام المجتمع الدولي بالحقيقة حول إثيوبيا ونقل المهارات والتكنولوجيا وبناء المؤسسات والدبلوماسية الرقمية والعامة. قال الباحث والمحلل السياسي فهد العنسي في مقابلة له مع هيئة أمهر الإعلامية أنه يجب أن نحافظ على وحدة الوطن واستقرارها تكريما لأجدادنا الذين سلمونا هذا الوطن. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي عده عثمان محمد. قال الباحث والمحلل السياسي السيد فهد محمد العنسي إن أجدادنا سلمونا هذه البلاد وضحوا بالغالي والنفيس حيث قتل من أجدادنا العديد لكي نحافظ على هويتنا ووطننا. أجدادنا سلمونا هذه البلاد وضحوا بالغالي والنفيس، آلاف من أجدادنا قتلوا في هذه المعركة لكي نحافظ على هويتنا، نحافظ على وطننا. لا ترى أي بلد إفريقي غير منزوع الهوية إلا إثيوبيا. وأضاف الأستاذ فهد محمد العنسي في مقابلة مع ميكو عربي أن التعايش السلمي بين الإثيوبيين هي فريد من نوعه، حيث استطاعت إثيوبيا أن تحافظ على أصالتها وتقاليدها. تراها إثيوبيا التي كانت قبل 1000 سنة هي إثيوبيا نفسها بعاداتها وتقاليدها بأخلاقها بأعرافها بدياناتها المختلفة بالتعايش السلمي بالمحبة بين شعوبها، مع أنها أكثر من 80 قبيلة وقومية موجودة في إثيوبيا، ولكن نرى اتحادنا لسنوات طويلة جدا
وهذا ما أورثنا إياه أجدادنا في هذه البلاد الكبيرة. يجب أن نتعلم أن ما سلمونا بدمائهم وأرواحهم يجب أن نحافظ عليها أكثر. الآن نحن نتحد أمام عدو لا يقل عن الاحتلال الإيطالي، وهو لدينا أعداء الفقر، لدينا الأعداء الداخليين، الأعداء الخارجيون الذين يتربصون بنا. إذن يجب أن نتنبه أن لا نكون لقمة سائغة لأي أحد يريد تدمير بلادنا. تنتظرنا مهام كبيرة ولن تنجح تلك المهام إذا تفرقنا، إذا لم نتحد. وأجدادنا أوصلوا لنا هذه الرسالة العظيمة، أنها أننا إذا اتحدنا دائما لا أحد ولا أي شخص ولا أي قوة عظمى تستطيع أن تقهر هذا الشعب الباسل العظيم المجاهد الذي كان له دور كبير في تغيير تاريخ المنطقة من نواحي عدة، سواء كانت في معركة عدوى، سواء كان في ربما استقبال المسلمين المهاجرين من مكة المكرمة وإشادة الرسول صلى الله عليه وسلم ببلادنا وحاكمها في ذلك الوقت، وأنها كانت بلادا عظيمة. وأضاف كذلك أن إثيوبيا تظل المجال الآمن لكثير من المضطهدين في بلادهم، وهي الملجأ الأكثر أمانا للناس، حيث تعتبر إثيوبيا دولة لها تاريخ عريق. كانت إثيوبيا الملاذ الآمن لأي أحد يضطهد في بلاده. رأينا أن عندما سقطت الدولة الأموية كثير من الأمويين هاجروا إلى إثيوبيا لأنهم يعرفون أنها آمنة. كثير من العباسيين عندما سقطت الدولة العباسية أتوا إلى إثيوبيا. أيضا كثير من اليمنيين قبل آلاف السنين عندما حلت المجاعة وانهار سد مأرب أتوا إلى إثيوبيا. كانت إثيوبيا الملاذ الآمن لكثير من الناس سابقا. إذن نتعلم أن إثيوبيا دولة عظيمة، دولة لها تاريخ عريق، ويجب أن نحافظ عليها ونعيد أمجادها التي كانت سابقا بأفضل مما كانت عليه من ذي قبل. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. كانت معكم نزريت كندش، إلى اللقاء.